ازيكم يا شباب؟ دلوقتي انا عملت مكان كبير وجبت الفرن، بس تدور لي بيتي فخم. بس انا جبت دروع وحركات وجبت لحم كمان، مفضلش الاربعة. ماشي، بس بصوا معدي، شايفين باكل ازاي؟ ماشي، اما ده مش فاضي اشرب ايه ده، مش معايا اكس. طبعا المزرعة دي ايه ده، اما العب على الفيديو شوية الاول. يلا 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 يا عم، يلا يا عم. ايوه فتحته. يلا يلا يلا، لا 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 لا، يلا يا عم اهزمهم. يلا يلا يا عم، يلا اهزمهم. ايوه كسبت. يلا حطيت شكلهم مطرات. والله لو اني زدت من مكان عالي هتفنش. والله لو تلات قلوب بس. طبعا مالي بتاعتي. شايف الله يا رب نخلص نفسي كمان. ياما يا اخي خلص نفسي كده، ما ينفعش مرة تاني يكسر. ما بابا جوه. ماما